في مباراة وليلة صعبة لكن مكملين معاكم، مكملين معاكم، وانتم كمان على صفحتنا على الفيسبوك على صفحة قناة الأهلي قولوا لنا ردود أفعالكم. كنت أنا قلت أحسن لاعب في اللقاء، هو أحسن لاعب في اللقاء بلا نقاش وبلا جدال وبلا أي كلام ولا أسئلة هو إبراهيم نور الدين. كل واحد بيبقى يختار اللي هو عايزه. إبراهيم نور الدين يعني قولها تريقة بقى، قولها قصد، قولها اللي أنت عايزه، لكن مفيش كده، الكرة ما فيهاش كده، لازم يبقى فيها دايما دايما المباراة بمباراة، احمر اخضر اصفر. قلت لكم الكلام ده يا اللي بتطلبوا في الفار، مساء الفل عليكم، مساء الفل عليكم، ده سيناريو متكرر. خلينا نكمل مع كابتن اسامه. اتفضل يا كابتن اسامه.